السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة السكولة. معاكم ميس ياسمين كمال. النهاردة هتحل معاكم تدريبات أكتر عن جمع المذكر السالم وإعراب الفاعل والمفعول به. يلا هات كتاب المدرسة وتعالى معايا واستعد عشان تحل. أول حاجة بيقول لي لاحظ ثم أكمل. جايب لي مجموعة جمل، في بعض الكلمات فيها ملونة وتحتها خط. تعالوا نشوف هيسألني عن إيه. بيقول لي الكلمات التي تحتها خط، يا ترى هي جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير؟ نقرأها الأول عشان نعرف نوعها، واللي مش عارف الفرق ما بين جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير يرجع لقناة السكولة ويشوف أنواع الجمل. يتحدث الحاضرون، وبعد كده جايب لي الفائزين، وكمان المحتاجين، وكمان السائحون، والعاملون، والمعالجون، والمصابين. كل الكلمات دي جمع مذكر سالم. لو بصينا للنهايات بتاعتها بتنتهي بإيه؟ جمع مذكر سالم يا إما بيكون نهايته واو ونون أو ياء ونون زي ما هو واضح في الكلمات. طيب الحاضرون، السائحون، العاملون، المعالجون، موقعها في الجملة إيه؟ لازم أرجع للجملة وأبص عليها. يتحدث الحاضرون، يتحدث فعل الحاضرون فاعل، وعندنا كمان التقط السائحون، التقط فعل السائحون فاعل، ويتقن العاملون، يتقن فعل العاملون فاعل، ويضمد المعالجون، يضمد فعل والمعالجون فاعل. يبقى الكلمات دي كلها عبارة عن فاعل. طيب الفاعل دائما، خلاص دي مش هفكر فيها وانا مغمض، مرفوع لان هو مرفوع دائما. يعني دلوقتي قلت لك الفاعل مرفوع، ولو اتفرجت عليا الحلقة الجاية هقول لك الفاعل مرفوع، ولو جيت للسنة الجاية كمان هقول لك الفاعل مرفوع، دي حاجة عمرها ما هتتغير. السؤال اللي بعده بيقول لي الكلمات الفائزين، المحتاجين، المصابين، موقعها ايه في الجملة؟ ارجع للجملة. عندنا كلمة الفائزين، كرم المدير، كرم المدير، كرم فعل، المدير فاعل، يبقى الفائزين مفعول. وعندنا تساعد الدولة المحتاجين، تساعد فعل، الدولة فاعل، المحتاجين مفعول. وعندنا كمان يضمد المعالجون، المصابين، يضمد فعل، المعالجون هم اللي فاعل، والمصابين مفعول، يبقى موقعها مفعول. وانا مغمض هقول منصوب. ليه؟ عشان المفعول به دايما منصوب، ولو جت لي بكره هقول لك منصوب، ولو جت لي السنه الجايه هقول لك برده منصوب. جمع المذكر السالم اذا كان فاعلا فعلامه رفعه الواو، اما اذا كان مفعولا فعلامه نصبه الياء. ضع خطا تحت جمع المذكر السالم ثم اختر الموقع الصحيح مما بين القوسين. فين جمع المذكر السالم هنا؟ يلا استعد المتسابقون لبدء المسابقة، طبعا جمع المذكر السالم المتسابقون اعرابه ايه؟ استعد فعل، المتسابقون هي اللي فاعل. كرم المعلم الفائقين، جمع المذكر السالم هنا الفائقين. طيب كرم فعل، من كرم؟ المعلم. ومين اللي وقع عليه الفعل؟ الفائقين، يبقى مفعول. شجع الجماهير اللاعب، شجع فعل، الجماهير فاعل، واللاعبين هي جمع المذكر السالم وهي كمان المفعول. أحب الصادقين في أقوالهم، فين جمع المذكر السالم؟ الصادقين. أحب فعل، فين الفاعل؟ عرفنا في درس أشكال الفاعل إن الفاعل هنا ضمير مستتر. أحب الصادقين في أقوالهم، أحب فعل، تمام. من الذي يحب؟ هل الصادقين؟ لا. مين اللي بيحب؟ أنا. طيب كلمة أنا مكتوبة؟ مش مكتوبة، يبقى الفعل هنا عبارة عن ايه؟ ضمير مستتر. أحب أنا الصادقين، يبقى الصادقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. ليه أنا بقول علامة نصبه الياء؟ ده بيأكد لي إن كلمة الصادقين مفعول مش فاعل. يلا نعبر هنا عن الصور بجمل تشمل على جمع مذكر سالم، بس نخلي بالنا إن احنا نراعي علامة الإعراب زي ما عملنا قبل كده، عمرنا ما هنتسرع واحنا بنحط جمع المذكر السالم. تعالى بص للصوره كويس، في ولاد كتير جدا بتقول انا مش بعرف اعمل جمله على الصوره ومش عارف افكر انا هعمل ايه. بص للصوره كويس، الصوره دي فيها ايه؟ فيها اهرامات، فيها مجموعه من السياح مثلا، وشايفه فيه مرشدين كمان. طيب انا عشان اكون جمله صحيحه، الجمله اللي انا هحطها لازم تكون فيها جمع مذكر سالم، فانا هشوف يعني في الصوره حاجه تنفع تتجمع جمع مذكر سالم. عندي مثلا السائحون، وعندي بدل اقول يعني بدل ما اقول مرشد اقول مرشدون، وابتدي ايه اكون جمله.
بس اخلي بالي من علامة الاعراب الصحيحة، الكلمة اللي انا هحطها فاعل اخليها بالواو عشان هتكون مرفوعة بالواو، والكلمة اللي انا هحطها مفعول هخليها بالياء زي ما عملنا هنا، وقلنا الصحبة المرشدون عشان هي فاعل بالواو، السائحين عشان هي مفعول به هتبقى بالياء. طيب الجملة الثانية انا شايفة فيها ايه؟ برضو مجموعة من السياق، فاقدر ان انا احط جملة فيها جمع مذكر سالم على ايه؟ الصورة دي. فهنقول مثلا زار السائحون الآثار، زار فعل، السائحون هي اللي فعل، عشان كده انا كتبتها بالواو. وكمان احنا عارفين ان الآثار دي اللي يعني احنا عارفين ان الآثار دي اللي عمل الآثار، احنا عارفين ان اللي عمل لنا الحضارة الجميلة دي هم المصريون، فعشان كده الجملة الثالثة حطينا فيها كلمة المصريون، وهي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، عشان كده كتبناها بالواو وقلنا بنى المصريون حضارة عظيمة. ده خطا تحت جمع المذكر السالم واذكر موقعه وعلامة إعرابه. أنا شايفة إن السؤال دوت بعد مجموعة التدريبات اللي إحنا خدناها بقى سهل جدا، عشان كده هسيبك ترسم الجدول، تركز وإنت بتحل وتكتب لي الموقع وعلامة الإعراب وتبعتهولي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. أكمل بجمع مذكر سالم مناسب مراعيا موقعه وعلامته. إنت شايف السؤال دلوقتي بقى سهل؟ أكيد السؤال بقى أسهل بعد ما حلينا تدريبات كتير على إعراب جمع المذكر السالم. هفكر إزاي؟ أول حاجة جمع المذكر السالم هحطه بالواو والنون ولا بالياء والنون؟ طيب نرجع لبداية الجملة، رأى فعل، سالم فاعل، يبقى هحط هنا مفعول، يبقى هحط كلمة بالياء والنون. طبعا السائحين مناسبة للجملة اللي قدامي عشان هم بيتجولوا في الأهرامات. كرم الحاصلين على المركز الأول، هحط جمع مذكر سالم، هفكر واو ونون ولا ياء ونون. بعد ما فكرت لقيت ايه؟ كرم فعل، هحط فاعل يبقى بالواو، يبقى المعلمون. يساعد المرشدون، احط جمع مذكر سالم واخلي بالي من موقعه الاول قبل ما اختار بالواو والنون ولا بالياء والنون. يساعد فعل، المرشدون فاعل، يبقى الكلمه هنا مفعول يبقى بالياء. اصطفى، مين اللي اصطفى؟ ايا كان اللي اصطفى، بس المهم يكون مرفوع. ليه؟ عشان اللي هنحطه هنا هو الفاعل. يبقى اصطفى المشجعون في صفوف منتظمه. السؤال اللي بعده، اختر الإجابة الصحيحة، الجملة التي تشمل على جمع مذكر سالم مرفوع. لا تعالوا نركز بقى، هو عايز جملة فيها جمع مذكر سالم وكمان يكون مرفوع. حصد الفلاحون الثمار، رغم ان انا شاكة في الجملة دي بس هقرأ الباقي. ساعدت الدولة الفلاحين، الفلاحين هنا جمع مذكر سالم لكن مش مرفوع. تستفيد الدولة من الفلاحين، جمع مذكر سالم لكن مش مرفوع، انما الجمله اللي فيها جمع مذكر سالم مرفوع هي الجمله الاولى. الجمله التي تشمل على جمع مذكر سالم منصوب، احنا عايزين جمله فيها جمع مذكر سالم لكن يكون منصوب. ما خدناش في ده، ما درسناش لغايه دلوقتي حاجه منصوبه غير المفعول به، يعني انا كده بتوقع ان الجمع المذكر السالم هنا هيكون مفعول. كافأت الدوله المهندسين، شكت شويه في الجمله لقيت فيها مفعول به ومنصوب تمام وجمع مذكر سالم، احتمال تكون هي بس اتاكد لما اقرا بقيه الجمل. ينشئ المهندسون فاعل مرفوع وهو عايزها منصوب. استعانت الدوله بالمهندسين، قبلها حرف جر يبقى اسم مجرور وهو عايزها منصوب، يبقى هي الجمله الاولى. الجمله التي تشمل على جمع مذكر سالم مرفوع واخر منصوب، لا المره دي بقى الموضوع محتاج تركيز، هسيبك تركز شويه وتقرا الجمله مره كمان وتشوف اختيارك ايه وتشوف بعد كده اجابتك طلعت صح ولا خطأ. اول حاجة يساعد المسعفون المرضى، يساعد فعل، المسعفون فاعل مرفوع وهو جمع مذكر سالم تمام. المرضى لا دي جمع تكسير وهو عايز يكون فيها جمع مذكر سالم، واحد مرفوع وواحد منصوب، دي مش جمع مذكر سالم، الجملة الاولى مش هتنفع. طيب يساعد المسعفون المصابين، يساعد فعل، المسعفون فاعل مرفوع وجمع مذكر سالم، يبقى المسعفون تمام. طيب المصابين مفعول به منصوب وكمان جمع مذكر سالم، المصابين كمان تمام، احتمال تكون دي الجملة الصحيحة، اتأكد بعد بقرأ بقية الاختيارات. يساعد الأطباء، الأطباء جمع تكسير وهو عايزها جمع مذكر سالم،
مرفوع، وهي جمع تكسير مرفوع، لكن هي جمع تكسير مش جمع مذكر سالم. المصابين مفعول به منصوب وجمع مذكر سالم، كانت هتبقى تمام معانا لو كان الاطباء دي زيها جمع مذكر سالم، يبقى هنختار الجمله الثانيه. املأ الجدول التالي مستعينا بالكلمات الاتيه. عشان املأ الجدول دوت لازم اكون عارف يعني ايه جمع مذكر سالم كويس. لو انت مش عارف يعني ايه جمع مذكر سالم، هتلاقي حلقتنا عن جمع المذكر السالم موجودة على قناة الاسفولة، ابحث عنها واتفرج على الحلقة وارجع تاني عشان تقدر تحدد كويس جمع المذكر السالم. طيب جمع مذكر سالم يعني كلمة بتنتهي يا اما بواو ونون يا اما بياء ونون زيادة على المفرد، واهم حاجة ان هي تكون جمع، واهم حاجة تانية ان هي تكون بتدل على عاقل، فنخلي بالنا عشان في كلمات بتنتهي بواو ونون او ياء ونون لكن في الحقيقه هي مش جمع مذكر سالم. طيب الطالب مني ايه في الاول؟ الجمع المذكر السالم اللي به علامه رفع، يعني لازم اتاكد من حاجتين، اول حاجه ان هي تكون جمع مذكر سالم، وتاني حاجه ان هي تكون مرفوعه، وجمع المذكر السالم بيرفع بالواو، بس اوعى تاخد اي كلمه فيها واو ونون وخلاص، عشان لاحسن ما تكونش جمع مذكر سالم. اتفرج الاول على حلقه جمع المذكر السالم لو انت لسه مش متمكن من النقطه دي. مخترعون جمع مذكر سالم مرفوع، لو حذفت الواو والنون هتبقى مخترع صح. متعاونون كمان زيها، وايه ومنتجون. طيب تاني حاجه عايز جمع مذكر سالم منصوب، يعني هيكون بالياء. خلي بالك مش كل الكلمات اللي اخرها ياء هي جمع مذكر سالم. تعال نشوف الكلمات اللي فعلا جمع مذكر سالم واخرها ياء ونون. هتكون عندنا بائعين لو شلت الياء والنون ترجع للمفرد بائع، محتاجين لو شلت الياء والنون ترجع للمفرد محتاج، وزيها لاعبين وحائرين. في كلمات عندي هنا في مجموعة الكلمات دي آخرها واو ونون وآخرها ياء ونون، لكن هي مش جمع مذكر سالم، فإحنا هنحطها في المجموعة الأخيرة عشان هي تعتبر ليست من جمع المذكر السالم، زي مثلا كلمة مجنون، ميادين، ليمون، مساكين، زيتون، ياسمين، جفون. لو عايز تعرف أكتر ليه الكلمات دي مش جمع مذكر سالم، زي ما نبهت عليك ارجع لحلقة جمع المذكر السالم. يلا بينا نحل السؤال اللي بعده. عبر عن المعاني الآتية بجمل فعلية مراعيا موقع جمع المذكر السالم وعلامته. المتفوقون حاصلون على الجائزة، عايزين نخلي الجملة دي جملة فعلية. طيب يعني أخليها جملة فعلية إزاي إذا كان هي جملة اسمية والجملة كلها ما فيهاش فعل؟ يبقى عشان أحولها لجملة فعلية لازم أشوف هنا كلمة ينفع إن أنا أحولها الفعل وأبدأ بيها الجملة. شايفين كلمة حاصلون دي اسم، لكن أقدر اجيب فعل من نفس العائله بتاعتها، يعني هيديني نفس المعنى واحطه في بدايه الجمله. طيب يبقى حاصلون هتبقى ايه؟ يحصل، يبقى الفعل يحصل. طيب يحصل مين؟ المتفوقون. خلي بالي وانا بحط جمع المذكر السالم ان العلامه بتاعته تكون صحيحه بالواو. يحصل المتفوقون على الجائزه. طيب المتعاونون محبوبون من الناس، نفس اللي عملته فوق. هبتدي ابص على الكلمه عندي اللي تنفع اجيب منها فعل، لقيت كلمه محبوب لان الفعل بتاعها يحب من نفس العائله بتاعتها، احط الفعل وبعد كده ابتدي اكتب الجمله بطريقه صحيحه. مين اللي بيحب الناس؟ وانا بكتب المتعاونون اللي كانت مبتدا مرفوع في الاول اصبحت دلوقتي مفعول به، ما ينفعش اكتبها بالواو، خلي بالك اكتبها بالياء عشان هي منصوبه. المختلفون محترمون غيرهم. يلا نحاول ندور على فعل. طيب عندنا كلمه محترمون، ممكن اجيب منها فعل من نفس العائله يحترم واحطه في الاول. طيب مين اللي بيحترم؟ المختلفون فاعل، وبعد كده هنكتب غيرهم، الفعل بيكون مرفوع عشان كده انا كتبتها بالواو. المتحدثون متقنون لغتهم، كلمه متقنون اجيب منها الفعل تبقى يتقن، هتبقى يتقن المتحدثون. هقول المتحدثون ولا المتحدثين؟ لا، هي فاعل مرفوع تبقى علامه رفعها الواو. ده علامة صح أو علامة خطأ، ثم صوب الخطأ. قال لي صنع المصريين القدماء حضارة عظيمة. طبعا في حد يقول أكيد صح، المصريين هم اللي عملوا الحضارة. أقول له مش ده المقصود من السؤال، السؤال هنا جاي في الجزء بتاع القواعد، يعني الخطأ خطأ نحوي، خطأ في القاعدة. يبقى نرجع تاني ننتبه للسؤال. صنع المصريين، صنع فعل والمصريين فاعل، جمع مذكر سالم مرفوع ينفع بالياء؟ اكيد لا طبعا، بالواو. يبقى الجمله بتاعتي خطا، والصح ان احنا نقول المصريون. طيب
يحترم التلاميذ المختلفين عنه. تعالوا نبص على الجملة ونشوف إذا كانت فيها أخطاء نحوية ولا لأ، في خطأ في القاعدة ولا لأ. يحترم فعل، التلاميذ فاعل ما فيهاش أي حاجة، المختلفين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، كاتبها صح، يبقى الجملة صحيحة. من الصواب أن يعتذر المخطئون، الجملة كلها صحيحة ما فيهاش أي خطأ. يعتذر فعل، المخطئون فاعل، جاية مرفوعة وجاية بالواو، يبقى ما فيهاش خطأ. ينصت المستمعين لحديث المتكلم، ينصت مين اللي بينصت؟ المفروض المستمعون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. برافو عليك. السؤال اللي بعده، ضع واو ونون أو ياء ونون مراعيا الموقع في الجملة والعلامة الصحيحة. سؤال جميل جدا، ليه؟ من أول الحلقة وأنا بقول خلي بالك وشوف هتحط واو ونون ولا ياء ونون، دلوقتي بقول لك تاني مرة خلي بالك وشوف هتحط واو ونون ولا ياء ونون. يلا، أقام المدرسون ولا المدرسين؟ أقام فعل، مدرسون فاعل، يبقى بالواو لأنه مرفوع. طيب، ندوة عن الاختلاف، ثم عرض المشاركون ولا المشاركين؟ عرض فعل، المشاركون فاعل، تبقى بالواو، الفاعل مرفوع علامة رفعه الواو. عملا مسرحيا شرحوا فيه الفكرة، عرض المختلفون ولا المختلفون؟ عرض فعل، المختلفون فاعل، يبقى مختلفون مش مختلفين. كيف يتعاملون وكيف يحترم؟ يحترم فعل، يبقى المختلفون فاعل. حلينا تدريبات كتاب المدرسة، وحلينا مجموعة تدريبات كتير عن إعراب جمع المذكر السالم، سواء كان فاعل أو مفعول به. طيب، لو انت لسه حاسس ان انت ما اتقنتش كويس اعراب الفاعل والمفعول به جمع المذكر السالم، ارجع لحلقات الشرح، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. استنوني على قناة السكولة، معاكم ميس ياسمين كمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.